هي بتصادف طبعا ما فيش اي مشاحنات بيني وبين جماهير نادي الزمالك ولا حاجه، يمكن هي بتصادف بنعمل مباراه قويه قدام النادي الاهلي او نادي الزمالك، يمكن جمهور النادي الاهلي بيتقبل شويه يعني بيساند فرقته في المباراه وتركيزه بيبقى على فريقه على اساس ان هو يرجع في النتيجه. بعض القله مش كل جمهور نادي الزمالك، بعض القله بتبقى موجوده بتركز على المنافس ان ازاي يشتته المدير الفني او يعكننه على الفريق المنافس، ازاي ان انت واقف قدامنا وبياخدوها ان احنا يعني متعمدين، رغم ان دي كره قدم وده شيء طبيعي جدا، مش عيب ان في فريق صغير او مدير فني ماسك فريق صغير يقف قدام الفرقه. فالمباراه الشهيره بتاعت نادي الزمالك اللي هي لما رفعت الفانيله نادي الداخليه الحمراء اللي هي صدفت طبعا اللون الاحمر، بالاضافه طبعا لموضوع الزجاجه اللي اترمت عليا من المدرجات، اعتقد كان وقتها احنا متعادلين لغايه الدقيقه 89 مع نادي الزمالك، وانت عارف الزمالك كان صار فلوس كتير جدا بينافس على النادي الاهلي، جمهور النادي الزمالك مش قابل ان اي بونت يبيع من الفريق، وتمكن نادي الزمالك باحراز هدف حتى كان مشكوك في صحته لكهرباء لما محمود علاء خبط في محمد صبحي. فوجئت ان نادي الجمهور مش بيشجع بقى فرقته كسبانه خلاص، لا بدا يزيد في السب والشتيمه لينا ولاعبينا، فما كان عليا غير ان انا رفعت فانيلة نادي الداخليه ان احنا يعني بنأدي بشرف وبشجع لعيبه، وحدث ما حدث ان احد المتهورين حدف ازاز يمكن جت في مكان في الدماغ يمكن اثرت عليا بدوخه شويه، انما لا مشحنات، وبالعكس انا بقابل كتير جدا من جماهير نادي الزمالك وبتقدم لي الاعتذار في الشارع، يعني احنا مش احنا جمهور نادي الزمالك اللي يعمل كده، احنا بنحترمك وبنحترم كورتك، واعتقد علاقتي جيده جدا بجماهير نادي الزمالك المحترمه وليس القله اللي هي بتسلط على المديرين الفنيين.